احنا بتملك قوة عظيمة جبارة. الحمد لله اني ما عطستش في السقف. عندك قفزة خاصة تصل ل 20 متر. انت هتبقى اول بطل عربي خارق هيأثر فيك رصاص. قدراتك البدنية 6 بندوزة. يلا انت عفسوسة. ايوه. قدراتك الذهنية اسرع من سرعة الطلقة. قدراتك الجنسية ليه كده يا ابني؟ انا كنت قربت انسى. انا بقى عندي قوه خارقه وبختفي، المكان اللي بفكر فيه بروحه وكل شويه بكتشف حاجه. انت فاهم حاجه؟ كل بنت بتحتاج في حياتها بطل، مش شرط بطل خارق بس تحمل المسؤوليه. متاكد ان انا هطلع بعرف اطير؟ صدق قلبك. ما تطيرش الله يخرب بيتك. تاج، هو احنا كده نتجوز عادي؟ اثبت ياد يا هيرو. هروح ازاي كده؟ لا فلوس بنزين ولا مواصلات ولا تكاسي، ههريكي فسح. سيبي التليفون، القطه بتاعتك كانت تايهه وبتدور عليكي. تيجي تختفي وانا مسكك؟ اختفي بقى. مش مصدقه؟ طب اهو. ليه بقى بدله صممناها لك مخصوص؟ مش رشيد دين ده يعني ايه ده؟ ما هو انت اللي ما رضيتش تلبس السليب فوق البنطلون، هتبقى خارج ازاي؟ انا كهيرو فرهضت. هلبس طقم جابتهولي امي. ياه كبرت يا تاج وماسكك كرمش. يلا بينا. علمت نفسي حاجه، كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح. تاج دافع عن نفسك، قول حاجه اهو. استخدم قوته في الشر. قال يعني كده مش هنعرفه. انت متاكده من اللي بتقوليه ده؟ الاوتوبيس ده هينفجر حالا. بس يا نهار اسود، تاج انت جننت. جننت ايه يا حميد؟ ربنا البنطلون بس هو اللي وقع ولا يا طنط.